في الفيديو ده هنعلم أليكس أمر كام وأمر سيت، إن هو يجيلك ويقعد قدامك ويستنى عشان ياخد تريتس. وطبعا زي ما احنا ملاحظين الموضوع هيكون من غير نط، لأن احنا في الفيديوهات اللي قبل كده اشتغلنا على إنه ما ينط. لو انت ما تابعتش فيديوهات أليكس فلازم تدخل تتفرج عليها عشان تعرف احنا وصلنا لكده ازاي. هسيبكم مع أليكس في الفيديو ده عشان تعرفوا المفروض بتدربوهم ازاي على أمر كام وسيت بهدوء. ولو انت أول مرة بتشوفني ما تنساش تتابعني عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية أول بأول، وما تنساش تقولي في الكومنتات ايه النتيجة اللي يلا هتوصل يا وليد لها لما دورك. تجرب التدريب ده مع أليكس كلبك. كم. ايوه، بيستعبط بس. ايوه ممتاز. طبعا خليه بقى السات قدامك سيكا، يعني امسك تريتس تاني وارفعها قدامه وخليه قاعد شويه ما يمشيش. أليكس برافو، سات اديها له دلوقتي. امسك واحده تانيه وعد لحد اتنين وبعد كده اديها أليكس له تاني. أليكس ايوه، سات واحد اتنين تلاتة، برافو. برافو تاني عشان توصل لخمسة. انت عارف انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا بحاول ان هو لا كمل عشان بوريه التريتس وكمل. أليكس أليكس ايوه ارفع ايدك. انا دلوقتي بحاول اخليه يتعود انه لما يجي لك يفضل قاعد قدامك، ما يجيش يبص ويمشي. أليكس تعالى، انت متشتت في ايه؟ سات متشتت في روايح التريتس اللي على الارض. أليكس تاني ايوه، ادي له سات، سات قربها من مناخيره وارفع أليكس بالراحة لفوق. ست أيوة بالراحة، ست لا إيدك التانية على رجليك فهيطلع عليها. نزل دي، شمم التريتس هنا. أيوة ارجع ورا، ارجع ورا كده. أيوة ست نو لا لا أيوة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، برافو. شفت انه حتى لو بيتحايل على الموقف ومش عايز ياخد البوزيشن، احنا ما بننهيش الموقف غير لما يقعد، لما الاوردر بتاعك يتنفذ من غير ضرب، من غير زعيق، من غير عقاب.